بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول لإعداد اللغات، معكم مستر طارق الغيطي من قناة ذاكرة الحساب. النهاردة إن شاء الله هناخد حاجة مميزة، دي امتحانات كتاب المدرسة، بس الكلام ده من كام سنة، ده تقريبا من 6 سنين. كتاب المدرسة كان بينزل معاه كتاب تاني في التمارين، وطبعا الوزارة شالت الكتاب ده وخدت منه بعض التمارين البسيطة وقامت حطاه في آخر الكتاب. النماذج دي قديمة، ما عادش بتنزل مع الكتب الجديدة دلوقتي اللي بتنزل في الوزارة. النماذج ديت هيجي منها في الامتحان بإذن الله، بإذن الله هيجي منها في الامتحان. وفيها أسئلة مميزة، وفيها أسئلة تفوق، وفيها أسئلة فيها أفكار، بتديك أفكار وبيعلمك على إزاي تفكر صح مع المسائل الصعبة. انا فضلت ان انا احل دولت لانهم مهمين جدا جدا جدا، يعني حتى في مذكرات يعني صدفتني كده، عندنا هنا في المنصورة مع مدارس دولية وعالية جدا، شفتها لقيت المسائل، هم منزلين مذكرات مراجعة نهائية، لقيت المسائل بالظبط بالظبط من الخمس نماذج دولت. طبعا الخمس نماذج دولت هسيب لهمكم في وصف الفيديو عشان تحملوهم، بس يا ريت ورجاء يعني ان مثلا الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتعمل شير، لو انت عارف مثلا ان حد هيستفاد يا ريت تعمل شير، لان اللايك ده يعني بيساعدني، يعني بحس كده ان في تشجيع. اما لما بلاقي مثلا مشاهدات قليلة وديسلايك كتير وبتاع، فانا بصراحة يعني ما بيبقاش ايه عندي يعني الايه الحماس قوي ان انا اكمل حتى في الفيديو اللي بعديه. نبدأ على بركة الله. هنا بيقول لي، سمي الله كده بس الأول، هنا بيقول لي the number that hasn't multiplicative inverse، الرقم أو النمبر اللي ما عندوش multiplicative inverse طبعا هيكون مين؟ الزيرو. 3 over 4 equals بالحق اعمل حسابك إن هيجيلك سؤالين من prime 3 من prime 6 آسف prime 6، يعني هيجيلك أسئلة تراكمية من سنة 6، أدا واحد منهم أهوت. 3 over 4 equals كام بيرسنت؟ يعني عايزك هنا تعمله بالبيرسنت، ممكن بتعمله على الكالكوليتورز او انت حافظه اصلا 75 هو اصلا محفوظ. طيب هنا جايب لي تو براكتس وقال لي اضربهم لي، هو عايز وعايز هنا الميد تيرم، عايز هنا الميد تيرم، فهنجيبه ازاي؟ هو جايب لك هنا الفيرست تيرم وجايب لك هنا الثيرد تيرم، فعايزك هنا تجيب الايه الميد تيرم، فهنجيبه ازاي؟ احنا كنا قبل كده قلنا ان احنا هنعمل علامة الريمبو كده وكده، تمام. ال 2 باي 5 ايكوالز ايه 10 اكس في الجنب كده بتعمله بالراحة خالص، النيجاتيف هنا قابلتني او صدفتني او مطلعها بره، و 3 باي 3 ايكوالز 9 اكس، خلي بالك ان انا بعمل علامة الريمبو بالراحة وانت بتحل. بقى 10 ماينس 9 ايكوالز 1 اكس، 1 اكس طبعا 1 ما بيتكتبش، فهنكتب هنا الايه الاكس. اللي بعديه نمبر 4 قال 3x باور 2 بلس 15xy ايكوال 3x. ايه ده؟ ايه ده؟ المسألة دي ده جايب لي هنا تو براكتس وفاضيين، وانا طب اعمل ايه؟ دي مسائل ال HCF، انك في المسألة لما تيجي تفكر في حلها انك تحدد للمسألة هو بيتكلم في درس ايه، ده في حد ذاته نص الحل. ده ما دام قال لك ايكوالز وجايب لك هنا تيرم كده وبراكتس فاضي، يعرف كده ان ده ال HCF. طب اعمل ايه؟ يعمل على طول ديفايد 3 ديفايد 3 1 خلاص ما يتكتبش، اكس باور 2 ديفايد الاكس اتفضل لك الاكس، 15 ديفايد 3 ايكوالز 5 واكس مع الاكس يطير اتفضل لي الايه؟ الواي، بس كده تمام. if the order if the median offset of value in fifths then the number of this value، بقول لك الاوردر بتاع الميديان، الاوردر بتاع الميديان fifths الخامس، فعايز عدد الايه الفاليو دي كلهم، قلنا قبل كده نضرب مالتبلاي 2 ماينس ال 1، 2 باي 5 ايكوالز 10، 10 ماينس 1 ايكوالز ايه 9، يبقى عدد الايه الفاليو ده طبعا ابسوليوت نيجاتيف 2 اوفر 3 هيطلع لي بي 2 اوفر 3. طب والزيرو مين بيجر، ده ولا ده؟ ما اعرفش، ده اصله على 1 واعمل كروس 2 باي 1 ايكوالز 2 و 0 باي 3 ايكوالز ايه 0، فيكون مين البيجر؟ هيكون ده، هيكون مين؟ هيكون ده. لازم برضو اعمل براكتس برضو واعمل كروس علشان اتاكد من المساله بتاعتي، فهيكون ده البيجر. ذا الجبريك تيرم 2 اكس باور 3 واي باور 2 هو الديجري از، الديجري بتاعتها از
هيكون الديجري بتاعتها كام؟ طبعا هنا عندك الاكس والواي ما فيش في منهم اي فواصل، فهنعمل هنا اديشن او بلس ل 3 وال2 للباورز، فهيديني ايه؟ 5، فيكون 50. عارف هنا لو حط هنا بلس، اوبا قطع لك ما بينهم، فصل لك ما بينهم، ساعتها بقى اختار البيجر اللي هو هيكون مين؟ الثيرد. ارثمتيك مين اوف ذا فاليو، عايز المين طبعا اجمعهم على عددهم، وده سهل، خش في اللي بعدين عشان نوفر وقت وايه وناخد مسائل تانية. النيجاتيف مالتبلاي النيجاتيف طلعها بره على طول كده، وش نيجاتيف طلعها بره، قول له لو سمحت تطلع لي بره. 3 باي 2 6 اكس باور 2 مالتبلاي الاكس، في المالتبلاي بنجمع الباورز، يبقى باور 2 هنا 1 هنا 2 وهنا 1، يبقى كده باور ايه؟ 3. الواي ايه ده؟ ايه؟ شفت بقى؟ ايه؟ قال لي هنا نيجاتيف 3 اكس باور 2 واي اول باور 2، خلي بالك ان ال 2 هنا في باور 2 على البراكتس كله. البراكتس كله. يعني ايه يا مستر؟ يعني تخلي بالك. المسألة دي حتى تقريبا ما صدفتنيش في كتاب المعاصر في التمارين. تقريبا يعني. ده معناه ايه يعني؟ ده معناه ان هنا في عندك باور وباور، باور وباور في الايه؟ في السيمبل لوحده. النيجاتيف بتطلعها لي بره، وال 3 مالتبلاي 2 ايكوال 6، بس هنا قال لك 3 باور 2، يبقى شيل دي بقى النيجاتيف باور 2 الاول. اقول لك على حاجه، حل دي الاول، باور 2 نيجاتيف في نيجاتيف يديني بوزيتيف، طلع لي بره، يبقى البازل ما يتكتبش. 3 باي 3 9. 3 باي 3 ايكوالز 9. واكس باور 2 مالتبلاي 2 او باور 2، يبقى اكس ال 2 الباورز بيتضربوا. اس الاس بيتضرب، يبقى ايه؟ 4. والواي هنا باور 1 وهنا باور 2، يبقى اديني ايه؟ باور 2. يبقى ديت البراكتس لما ضربتها، اضربها في تي بقى، اضربها في دي. 2 باي 9 ايكوالز 18. واكس في الاكس اوفر اكس باور 1 في الاكس باور 4، اديني اكس باور 5. والواي باور 1 مالتبلاي الواي باور 2 هيبقى واي باور 3. هو ده الريزلت. فهيكون ده المساله دي حلوه، فخلي بالك. اف ذا ميديان اوف ذا فاليو a بلس 3 a بلس 2 اند a بلس 4 هور a از ا بوزيتيف انتجر، يعني ال a ده هيكون رقم بوزيتيف، از 8 از دي ضمير عايد على مين؟ على الميديان. طيب احنا بنعمل ايه؟ بقول لك هنا احنا بنرتب يا مستر، احنا انا اعرف ان الميديان ده بنرتب بنعمل وبنجيب ال a اللي في النص. طب تمام، طب ما ترتب، بس انا مصر جايب لي ايه وبترتب مالكش دعوه. هيبقى ايه باور ايه بلس 2 ها، وايه بلس 3 ها، وايه بلس 4، يبقى في الميديان اهو. طب تمام، هو قال لك الميديان ب 8، يعني 3 بلس ايه يديني ايه ديت، يعني مثلا نقط 3 بلس ايه يديني 8 5، بس كده خلاص. يبقى ده لازم يطلع لي 5، ايه بلس 3 يديني 8 5. تمام. تعالى لدي بقى نيجاتيف 27 اند كوارتر بلس 13 اند هاف، فايند ان ذا سمبلست فورم ذا فاليو اوف اتش اوف ذا فالونج. طبعا احنا هنعمل ايه؟ هنرفع الكسر الاول، صح ولا لا؟ صح. قلت له يا مستر طب نرفعه ليه؟ ما احنا ممكن نعمل لا نرفع الكسر. ماشي؟ هنحل دول مع بعض. دولت الانتجرز دولت نيجاتيف 27 اند 13 بلس 13، طبعا هنا نيجاتيف وبوزيتيف، فاحنا كده هنطرح 7 ماينس 3 ايكوالز 4، ونيجاتيف 2 ماينس 1 هيديني ايه؟ 1. وطبعا احط اشاره البيجر اللي هو مين؟ النيجاتيف. تمام؟ هيتفضل لي كوارتر وهاف، اعمل براكتس كده واقوم ضربهم في بعض، يبقى 8 احد المقامات، واقوم اعمل ايه؟ كروس 1 باي 2 2 بلس 1 باي 4 4، هيطلع لي 6 اوفر 8. اعملها سمبل ليست هتبقى ايه؟ طبعا هنا هعمل ديفايد 2 وهنا ديفايد 2، فهيبقى 3 اوفر 8 4، هتبقى 3 اوفر 4. تمام؟ يبقى انا كده عملت طرحت وجمعت وعملت الايه؟ الملتبلاي بتاعت الايه؟ الكروس. تاني وليها طريقه تانيه، اللي هي الطريقه الايه؟ العاديه. الطريقه العاديه نيجاتيف برضو اهيت نيجاتيف 27 اند كوارتر بلس 13 and half. طب ايه الطريقه العاديه؟ ان انا اعمل مالتبلاي وبلس 27 مالتبلاي 4 او 28 2 باي 4 8 و2 يبقى 10 بلس ال1 يبقى 109 اوفر 4 والنيجاتيف برضه.
و 2 multiply 13 equal 26 plus 1 يبقى 27 over A 2. اعمل فراكشنز كبير واقوم ضرب الاثنين دول في بعض هيديني 8، واقوم اعمل كروس برضو، اعمل كروس برضو، ده ملتبلاي ده هيديني 218، ده هيديني ايه 218 طبعا بالنيجاتيف، بلس 4 باي 27 هيديني 108، اعمل ده ماينس ده هيديني 8 ماينس 8 0 1 باي 1 وده يبدي 1، وبحط الاشاره الكبير بجر ال 8 طبعا هقسمها، تمام هقسمها واطلع ايه الباقي، هيبقى هي برضو نفس الايه الناتج اللي احنا طلعناه. repeated number 18 minus 30%، طبعا ده هنجيب اصل ده ونجيب اصل ده ونعملهم برضو ماينس، هنا قال لي repeating يبقى دي اصلها على 100، وعشان repeat number فهنشيل من 100 دي 1 يبقى 99 minus 30 دي 30 اصلها over 100 هنشيل 0 مع 0 عشان percent هيتفضل لي 3 over ايه over 10. وطبعا انا ممكن اعمل دي برضو سمبلست على ال 9 فهيديني هنا ديت هتطلع ب 2 over ديت 11، هتبقى المسألة في الاخر هنا اعمل هنا 2 over 11 minus 3 over 10 واعمل ماينس عادي اضرب دول في بعض 110 واعمل ايه كروس 2 by 10 equal 20 minus 3 by 11 equal 33، اعمل ماينس ده من ده هيتفضل لي 13 طبعا بالنيجاتيف عشان الاشارة بيجر over 110، وتشوف كده على الكالكوليترز اذا كان ليها سمبلست ولا لا، وتقريبا ملهاش سمبلست، يبقى انا جبت اصل ده وجبت اصل ده وفي الاخر طرحت. تمام. using the properties of rational number find the value، طبعا هنا بقى هنجيب الايه خاصية التوزيع، فهنجيب الرقم المتكرر اللي هو ده وده، لا طبعا مش موجود، يبقى الرقم المتكرر هو ده وده وده اهو 23 over 45 multiply واقوم فاتح براكتس اشطب عليهم هيتفضل لي 7 over 12 plus 17 over 12 برضو minus 2، ده زي ما هو، ودول بقى هاخد 12 لوحدها واجمع دول مع بعض، هجمع دول مع بعض هيديني 24 minus 2 برضو 23 over 45 multiply d divide d equals 2 بقت 2 minus 2 ديت over هنقسمهم هيطلع لي 2 2 minus 2 equals 0 يبقى 23 over 45 multiply 0 يبقى يكون في الاخر ايه 0، يبقى الناتج في الاخر هيطلع لي ب 0. طب قال لي هنا subtract اللي بعد كلمة from big الاول اللي هو x power 2 minus 2 xy plus 3y power 2، وما تنساش ان في السبتراكت في المقدار الثاني بنعمل ايه؟ بنغير السيمبلز بتاعته الاشارات بتاعته plus y power 2 minus نمسح من ثاني، ليه بقى؟ لان 5x power 2 تتحط هنا plus او positive y power 2 تتحط تحت ال y power 2 minus 3 xy، وما ننساش نغير الاشارات دي تبقى بوزيتيف ودي تبقى ايه نيجاتيف. يلا هنا 1 minus 5 equal negative 4 x power 2 3 minus 1 دي بوزيتيف، ببدا بالبوزيتيف عشان تبقى سهله بالنسبه لي، 3 minus 1 equals 1 بالبوزيتيف برضو بس ال 1 ما اتكتبش xy، ودي 3 minus 1 3 minus 1 equals ايه 2y power 2، يا ريت ما تتلخبطش في المسائل اللي زي دي. طب ديفايد ده طبعا ما دام هنا جاب اللي بعد كلمه باي بلس حاجه او ماينس حاجه اعرف انها تبقى لونج ديفيجن، هتبقى لونج ديفيجن. هعمل ده كده، ده طبعا بيتكتب فين؟ هنا اكس باور 2 بلس 13 اكس واي بلس 6 واي باور 2 وده 2 اكس بلس 3 واي. احنا قلنا طبعا بنعمل بنقسم او بنعمل ديفايد الفيرست تيرم على الفيرست تيرم، يبقى 6 ديفايد 2 ايكوال 3 والاجابه بتتحط هنا، واكس باور 2 هنشيل منها اكس تفضل اكس، بعد ما بتقسم اضرب ده بده وبده 2 باي 3 اكس هيبقى 6 اكس باور 2 وده هيطلع لي 3 باي 3 9 والواي او الاكس واي تنزل لي زي ما هي، بعد ما تضرب شد خط واعكس اشاراتك
واكس الايه الاشاره، ده هتبقى نيجاتيف وده هتبقى ايه برضه نيجاتيف، وده يروح مع ده، وتفضل لي 13 ماينس 9 ايكوالز 4 بالبوزيتيف طبعا اكس واي. بعد ما بتعمل اكس واي، بعد ما طرحت نزل اللي عليه الدور، او بتعمل برنج داون اللي عليه الدور 6 واي باور 2، وبرضه بتعمل نفس الحكايه، هتعمل ديفايد الفيرست تيرم مع الفيرست تيرم، 4 ديفايد 2 ايكوالز ايه 2، والاكس والواي والاكس هتروح مع الاكس وتفضل لك الواي، اضرب بقى تاني 2 باي 2 هيبقى 4 اكس واي بلس، و2 باي 3 ايكوال 6 واي باور 2، وتعكس اشاراتك دي تروح مع دي 0 ودي تروح مع دي 0، وده الريزلت بتاعك، ده الريزلت ايه بتاعك. بقول هنا سمبليفاي، بقول هنا سمبليفاي 2a ماينس 3 براكتس برضه او مالتبلاي 2a، هنا البراكتس التو براكتس دول شبه بعض، التو براكتس دول شبه بعض، فهنضرب الاولاني في الاولاني والثاني في الثاني زي ما احنا عارفين، 2 باي 2 ايكوالز 4 a باي a ايكوالز a باور 2، نيجاتيف في بوزيتيف دي نيجاتيف، 3 باي 3 ايكوالز 9 بلس 7. يلا بقى هنظبط دول مع بعض كده، يبقى دول 4a باور 2 نيجاتيف 9 بلس 7 هيبقى نيجاتيف 2، يبقى ده الناتج النهائي. بس قال هنا زين فايند ذا نيوميريكال فاليو اوف ذا ريزلت، هو ان a ايكوال نيجاتيف 1، يعني هتعوض عن الـ a بنيجاتيف 1، تبقى 4 ملتبلاي نيجاتيف 1 باور 2 ماينس 2، دي نيجاتيف 1 باور 2 ب 1، يبقى 4 ماينس 2 ايكوالز الـ a 2. طب تمام، هنا بيقول لي في المساله ديت او في التابلز ده بيقول لي درو بروكن لاين فور ذا بريفيس تيبل، بروكن لاين بروكن لاين، ايه ده؟ ده ما خدتش الكلام ده الا من ايام البرايمري، ما هي ممكن تجي لك. يعني ايه؟ يعني تقوم عامل كده خطين كده وتكتب الحاجات اللي فوق ديت، اكتوبر اكتوبر تقوم كاتبها هنا، اكتوبر نوفمبر ديسمبر فبراير مارش وابريل، وبتعمل الارقام ديت، مثلا تعمل ارقام هتعملها بالتنز 0 10 20 30 40، وتعمل ايه؟ وتعمل بروكن لاين. يعني ايه بروكن لاين؟ يعني تعمل نقطه ونقطه 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 بوينت كده وتوصله بالمسطره، دي معنى كلمه بروكن لاين. طيب فايند ايتش اوف ذا ميديان اوف ذا مارك اند مين مارك، عايز الميديان وعايز المين. الميديان، الميديان انك ترتبهم وتجيب اللي في النص، والمين تجمعهم على عددهم، تجمعهم على عددهم. هنحاول ان شاء الله بالحصه الجايه او الفيديو الجاي، هنحاول بقدر الامكان ان انا اكمل لكم بقيه شرح النماذج ديت. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.